كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعده بعدم قتل الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. جاء هذا خلال وساطة قام بها بنت مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على حد قوله. نفتالي بنت وفي مقابلة له قال إنه اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الاجتماع مع بوتين وأخبره بأن الرئيس الروسي تعهد بعدم القيام بأي عملية لقتله. وفي أول تعليق لأوكرانيا قالت السلطات إن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بشأن وعد بوتين بعدم قتل زيلينسكي هي كذب. بعد 3 أو 4 ساعات من الاجتماع سألت بوتين ما الأمر؟ هل تخطط لقتل زيلينسكي؟ فقال لن أقتل زيلينسكي. ثم قلت له يجب أن تعدني بأنك لن تقتل زيلينسكي، فقال لن أقتل زيلينسكي. اتصلت بزيلينسكي وقلت له لقد خرجت للتو من اجتماع مع بوتين لن يقتلك. سألني هل أنت متأكد؟ قلت له نعم 100% لن يقتلك. بعد ساعتين ذهب زيلينسكي إلى مكتبه وصور نفسه بهاتفه وظل يردد أنا لست خائفا. على أي حال كان هذا تنازلا واحدا، والثاني أنه تخلى عن نزع سلاح أوكرانيا. من موسكو ينضم إلينا رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو. من كييف ينضم إلينا الدبلوماسي والمستشار السابق فولديمير شوماكوف. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ رائد، هل تعطي موسكو هذا الوعد؟ نعم، مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم. إلى أي درجة يمكن أن نثق بهذه المعطيات؟ أعتقد أنه هذا أمر يثير الكثير من الشكوك، لأنه ربما بوتين قال أنه لن يذهب نحو تصفيات من هذا النوع، لكن أن يكون قضاءته وعدا لمحدث إسرائيلي. وأريد أن أذكر هنا أن العلاقة مع بنت لم تكن قوية بالمناسبة مع الكرملين، يعني هذه كانت مرحلة أزمة في العلاقات بين موسكو وتل أبيب. أعتقد أنه هناك نوع من المبالغة أو يعني ربما مبالغة في التقدير من الجانب الإسرائيلي. النقطة الثانية التي تظهر هذا الموضوع حديثه عن أنه بوتين تراجع عن فكرة نزع سلاح أوكرانيا، ما زال هذا هدف رئيسي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو هدف معلن. وكرر بوتين والقيادة العسكرية الروسية أكثر من مرة أنه لن يكون هناك إنهاء لهذه العملية قبل إتمام تطبيق هذا، تحقيق هذا الهدف، وهو نزع السلاح بشكل كامل وضمان أن أوكرانيا لن تشكل تهديدا في فترات سابقة لروسيا. إذن يعني الشق الثاني هناك شكوك كبيرة، أو يعني واضح أنه هناك خطأ فيه. لهذا يستدعي بالضرورة أن نشكك أيضا في الشق الأول من هذه المعطيات. أعتقد أنه الحديث عن مسألة قتل زيلينسكي أو عدم قتله ربما ورد خلال المحادثات بين الطرفين، لكن أن يتم أن يكون تم بهذه الطريقة التي نقلها بنت، أعتقد أنه هناك مبالغة كبيرة في التقدير. طيب سيد شوماكوف، أريد أن أسألك ما الغاية أن يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت على هكذا معلومات الآن؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية الطيبة من أوكرانيا. بصفة عامة أكيد من الممكن بأن كان حوار بين رئيس بوتين وسيد نتنياهو كلاهما صديقين عظيمين بصراحة حول حاضر نعم تصفية سيد زيلينسكي، ولكن في آن واحد روسيا مجبورة. كان يتحدث مع نفتالي بنت وليس نتنياهو فقط، يعني نعم سمحني، ولكن في آن واحد روسيا هي مجهورة بالاختيالات السياسية. في سنة 1996 روسيا قتلت رئيس جمهورية تشيتشنيا، وفي سنة 2004 كانت محاولة اغتيال رئيس أوكراني يوشينكا. استخبارات روسيا فشلت في هذه المحاولة عندما هي صممت سيد يوشينكا. يعني في عام واحد كشفت السلطة الأوكرانية بأن خلال هذه الفترة 11 شهرا كانت تقريبا 12 أو
12 محاولات لاغتيال السيد زيلينسكي، وكان عندنا محاولات لاغتيال السيد بودانوف رئيس استخبارات أوكرانية، ولكن استخبارات أوكرانية جهاز الأمن الأوكراني واستخبارات أمريكية منعت تحقيق هذه الجريمة. بصفة عامة من الممكن بأن توجد نية عند السيد بوتين تصفية نخبة عسكرية أوكرانية، لأن السيد زيلينسكي هو عدو رقم واحد لروسيا. طيب أستاذ رائد، بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هل لعب دورا في مسألة يعني جمع الطرفين، حوار بينهما في الآونة الأخيرة، وما هو موقف موسكو من مبادرة تل أبيب إذا كانت موجودة؟ يعني أعتقد أنه كان هناك محاولات في الأسابيع الأولى من هذه الحرب. نتذكر أنه الرئيس زيلينسكي توجه لإسرائيل وتوجه لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية طالبا منها التدخل والمساعدة في وقف إطلاق النار، ويعني بذل جهود وساطة. كان هناك إسرائيل، كان هناك أذربيجان، وعدد كبير من الدول، يعني بولندا مثلا، وعدد كبير من الدول الأخرى. في إطار هذه الطلب ربما كانت هناك محادثات حول هذا الموضوع. لكن دعني أكرر هنا أولا أنه علاقات روسيا بعد رحيل نتنياهو في ذلك الوقت عن السلطة لم تكن متينة، ويعني على درجة كاملة من الثقة مع القيادة الإسرائيلية الجديدة. والقيادة الإسرائيلية الجديدة أبدت الكثير من المواقف التي لم تعجب الكرملين. كان هناك دائما سوء تفاهم وفتور، واتخذت موسكو حينها قرارات حتى بما يتعلق المنظمة الداعمة نعم. يعني منظمة الهجرة اليهودية، الوكالة اليهودية. انعكس ذلك في العلاقات في سوريا. شهدنا تصعيدا للهجرة الروسية حول مسألة الغارات الإسرائيلية في سوريا. يعني رزمة من الملفات. كان واضح أن التوتر بلغ مستواه الأعلى، حتى أنه الوزير لابروف شبه بعض القيادات الإسرائيلية في ذلك الوقت بأنها تسير على نهج هتلر أو شيء من هذا القبيل، ما أثار يعني غضب كبير في إسرائيل في ذلك الوقت. في كل الأحوال يعني لا أعتقد لهذه الأسباب، لا أعتقد أنه كان بوتين مضطر أن يتحدث أمام يعني ضيف إسرائيلي بهذا المضمون وبهذا المغزى. لكن هنا أريد أن أعلق على ما جاء على الحديث في كلام ضيفك الكريم، أنه لو أراد بوتين بالفعل تصفية زيلينسكي، ربما كان يفضل الكرملين أن يكون هذا عبر انقلاب عسكري داخلي. روسيا أكثر من مرة أعلنت بوضوح وحتى على وسائل الإعلام أنها يعني تشجع العسكريين الأوكرانيين على القيام بانقلاب داخلي، وليس عملية تصفية جسدية خارجية، لأنه هذا كان سيثير الكثير من يعني الانتقادات وربما تغير كبير في مواقف البلدان الأوروبية والغرب عموما تجاه روسيا. طيب سيد شوماكوف، هل بادرت إسرائيل لتقديم شيء ما للجانب الأوكراني عقب العملية العسكرية التي بدأتها روسيا؟ وبالتالي يعني فيما إذا كان هذا الأمر تم على وجه الدقة، خاصة مع عقوبات أو موقف روسي لم يكن يعني راضيا جدا على ما قامت به تل أبيب، صرحت بذلك موسكو. نعم، سؤالك أبرز. بصفة عامة نحن نشهد بأن إسرائيل من الممكن هي حيادية حول الأوكرانيا. نعم، وجود مساعدة عموما، هذا مساعدة من إسرائيل هي خيرية ولكن ليست عسكرية. نحن نحصل المساعدة القليلة عسكرية من إسرائيل. أوكرانيا بالمناسبة طلبت من إسرائيل مسيرات، إنها متطورة جدا، ولكن إسرائيل رفضت تقديم لأوكرانيا هذه الأسلحة وكمان الأسلحة ثقيلة. في كمان شائعات بأن من الممكن إسرائيل سوف تحاول في المستقبل لأوكرانيا لبناء حماية جوي هنا في أوكرانيا، ولكن هذا شائعات ما زال. يعني بصفة عامة نحن لا نشهد مساعدة كبيرة عسكرية من إسرائيل. موجود مساعدة إنسانية لمهاجرين الأوكران، ولكن هذا إنسانية. هل يطلب حلفاء كييف منها مهاجمة القرم سيد شوماكوف؟
بصفة عامة الآن لا تطلب أي حليف من أوكرانيا هجوم على شبه جزيرة القرم. بالمناسبة للأوكرانيا الآن أهم شيء هذا تحرير محافظة خرسون، بقية من محافظة خرسون وكمان منطقة دونباس. بعد هذا من الممكن هجوم على شبه جزيرة القرم. بالمناسبة كما يقولون خبراء أظهر لأوكرانيا هذا إن تحرير منطقة قرم، لأن هناك في حالة هجوم قوات مسلحة أوكرانية. أستاذ رائد، نعم اسمح لي سيد شوماكو. أستاذ رائد، تصريح ميدفيديف بما يخص القرم، يعني عالي اللهجة كما الرئيس الروسي سابقا، يعني من يقترب من القرم ستستخدم الأسلحة النووية، هل ثمت نية تستشعر بها روسيا لذلك بأقل من دقيقة؟ نعم، إذا تم استهداف القرم بشكل واضح ومباشر بالتأكيد روسيا سوف تلجأ إلى استخدام كل طاقاتها العسكرية بما في ذلك السلاح النووي، لأن هذا سيشكل تهديد للسيادة وللمنطقة الجوهر العقيدة العسكرية الروسية. أريد أن أذكر هنا بأنه العقيدة النووية الروسية تشير بوضوح إلى ذلك، هناك قاعدة عسكرية هي الأهم بالنسبة إلى روسيا في البحر الأسود موجودة في شبه جزيرة القرم، ولا يمكن لروسيا أن تسمح أن يتم استهداف هذه المنطقة. لذلك الحديث الآن لا يدور عن مسألة الاعتراف من جانب الغرب بشرعية ضم القرم أو لا في عام 2014، إنما هذا جزء من الأراضي التي تعتبرها موسكو أنها روسية وأنه لا يمكن المساس فيها، وإلا سيؤدي ذلك إلى تصعيد خطير جدا.